يا خديجة يا أم عبد الشهيد يا خديجة ابنة السيد حسين بن السيد محسن، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه سيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن عليا أمير المؤمنين، وأن الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحج القائم المهدي، هؤلاء أئمتك وسادتك وقادتك، بك أبرار. يا خديجة، إذا جاءت الملكان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن دينك وعن قبلتك وعن نبيك وعن أئمتك، فقولي في جوابهما: الله جل جلاله ربي، ومحمد صلى الله عليه وآله نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة المشرفة قبلتي، وعلي بن أبي طالب إمامي، وفاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي، والحسن بن علي عليه السلام إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء عليه السلام إمامي، وعلي بن الحسين عليه السلام إمامي، ومحمد الباقر عليه السلام إمامي، وجعفر الصادق عليه السلام إمامي، وموسى الكاظم عليه السلام إمامي، وعلي بن موسى الرضا عليه السلام إمامي، ومحمد الجواد عليه السلام إمامي، وعلي الهادي عليه السلام إمامي، والحسن العسكري عليه السلام إمامي، والحج القائم المهدي عليه السلام إمامي. هؤلاء أئمتك وسادتك وقادتك، بك أبرار. يا خديجة، اعلمي أن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وأن أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين نعم الأئمة، وأن ما جاء به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن الموت حق والقبر حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق، وأن البعث حق والنشور حق والميزان حق وتطاير الكتب حق، وأن الجنة والنار حق. تلقني لا أنساك الله، تلقني يرحمك الله، ثبتك الله بالقول الثابت، وجمع بينك وبين أوليائك في مستقر رحمته. الفاتحة.